بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر رجب لعام 1436 للهجرة، بهذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي إلى سؤال، وأظنكم نسيتم السؤال والجواب. أرسل لي واحد السؤال والجواب، والحقيقة إني أنا نسيت السؤال. أنا بعد كنت يعني ناوي أبحث هذا لكني نسيت. شيخ عبد الله، عندك جواب؟ السؤال هو: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتخذ. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني أحد الأقوال إنه لا إثم عليه في التعجل، هذا واضح يعني المعنى. لكن ومن تأخر فلا إثم عليه، هنا يأتي الإشكال.
وأما على القول الذي رجحه ابن جرير فهو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المعنى أن من تعجل فإن الله يثيبه إذا اتقى الله عز وجل ويكفر عنه ذنوبه، ومن تأخر كذلك فإن الله يثيبه ويكفر عنه ذنوبه بس بشرط التقوى. هذا المعنى واضح، لكن الإشكال في المعنى الأول وهو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا إثم عليه في تعجله، فإن الله يغفر ذنوبه. ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب كيف يقول فلا إثم عليه لمن تأخر وهو أصلا أتى بالأكمل؟ فكيف يقال فلا إثم عليه؟ يعني هذا سؤال سألناه ما أدري إذا كان في جواب. طبعا أنا أحد المشايخ أرسل لي جواب وأنا أعرض جوابه عليكم. يقول يعني أنه ملخص الجواب أنه هذا أن الحج معلوم أن الذي يتقدم الحج هو أمير الحاج، وكان أمير الحاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لأحد أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يكن لأحد أن يتقدم على من يكون أميرا للحاج، فلذلك قال فلا إثم عليه لأنه تقدم عليه. وهذا يعني معنى، لكن يعني ما تدل عليه الآية، ومعنى قد يكون يعني يستحسن، لكن هل هو مقصود الآية الآن يعني هل هي في الطاعة؟ لا، هنا يعني لابد أن يكون خاص بأحكام الحج. على كل حال إذا ما في جواب ما نطول فيها، يعني نرجئها إلى درس آخر. سم أي لك أنت شيخ عرفت المعنى الأول، يعني فلا إثم عليه في تعجله. أي يعني يصير الأول لها معنى والثاني لها معنى؟ لا لابد يكون معناها واحد. على كل حال ما نطور فيها، بس خلوه إذا ما كان في جواب. أنا نسيتها صراحة، حتى أتتني الرسالة اليوم من الشيخ، لكن إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. طيب هنا في آية ما ذكرناها في الدرس الماضي ظنها، وإذا قيل له اتق الله، هذه ما قلناها. طيب قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. من هو هذا الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم؟ هو ألد الخصام، هذا الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة بالإثم، العزة هي الكبر، العزة هي الكبر ورفض الحق، لكنه قال هنا أخذته العزة، والمعنى أن العزة ألجأته، يعني هذا الكبر ألجأه إلى رد الحق، وكأن الكبر له سلطان قاهر يلجئه ويلزمه على الباطل. ولهذا كانت مثل هذه الأخلاق الردية تلزم الإنسان وتجبره على أشياء لا تليق، بل أشياء يكون فيها هلاك. ولهذا إبليس أخذته العزة بالإثم، فأبى أن يسجد لآدم، وكان المانع هو الكبر. أخذته العزة وهو يأمره ربه جل وعلا. قال الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب هو الذي سكت، فكأن الغضب يأمر وينهى. وهذا هذه الأخلاق حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منها القرآن قبل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يطلب منه أن يستنصحه قال لا تغضب، لا تغضب،
لأن الغضب يلجئك، وكذلك الكبر يلجئك على ما لا يحمد، والحسد وكل هذه الأخلاق الردية تلجئ الإنسان إلى ما لا يحمد عقبه. قال: أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. حسبه يعني كافي، وكافي هذه كلمة تهديد شديدة. قال: فحسبه يعني يكفيه جهنم، أعوذ بالله. قال: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جهنم ولبئس المهاد، لبئس الوطاق والفراش والمهاد، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أعوذ بالله. ثم انتقلت الآيات إلى فريق الآخر، وهو الفريق الذي أنعم الله عز وجل عليه، كما هي عادة القرآن في أنه يذكر الصنف وما يقابله. والقرآن مثاني. قال الله تعالى هنا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس هو من جنس هؤلاء الناس، لكن الله أنعم عليهم. ومن الناس من يشري نفسه، يشري بمعنى يبيع، ويشتري بمعنى يبتاع. وشروه بثمن بخس، يعني باعوه. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه، وأغلى ما عند الإنسان نفسه، فهو إذا باع نفسه سيبيع ما دونها، سيبيع ماله وما هو دون ذلك. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يبيع هذه النفس ابتغاء مرضات الله. ما إعراب ابتغاء؟ مفعول لأجله، يعني لأجل وجه الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الجزاء الذي رتب على هذا الفعل هو: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنا ما قال فإن الله يجازيه بكذا وكذا، بل قال والله رؤوف بالعباد. فالسؤال: ما هي المناسبة بين ختم الآية وموضوع الآية؟ فالآية تتكلم عن الذي يبيع نفسه يبتغي ما عند الله عز وجل، وتذيير الآية والله رؤوف بالعباد، فلا بد يكون في مناسبة. فما هي المناسبة؟ المناسبة أن هذا هو الجزاء، جزاء هذا هو والله رؤوف بالعباد، يعني أن الله يرأف به. والسؤال: ما المراد بالرأفة؟ الرأفة هي أشد الرحمة وأرق وألطف الرحمة. وأظن عندك يا شيخ ابن جرير أظنه قال ألطف الرحمة، ولا يقولون ألطف أرق أشد الرحمة؟ أرق ولا ألطف؟ لا، عبارة ابن جرير رقة الرحمة، فهم يقولون رقة الرحمة ويقولون أشد الرحمة وألطف الرحمة. فانظر المناسبة بين هذا الجزاء وبين ذاك الفعل. فإن هذا الرجل باع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله يقول إنه رؤوف، يعني والله رؤوف بالعباد، ألطف الرحمة وأرقها، والمعنى أن الله سيجازيه أعظم الثواب، لأنه هو ما بذل أعظم ما عنده فأعطاه الله أعظم وأجل الثواب. فقال والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
يا أيها الذين آمنوا، هل هذا الخطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بأنبيائهم؟ الآية تحتمل المعنيين، لكن هنا يقال ما معنى السلم؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، وفي قراءة أيضا سبعية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، فهنا قراءتان السلم والسلم. أما قراءة السلم فهي بمعنى الإسلام، وقالوا بمعنى الطاعة، ولا خلاف بين المعنيين سواء قلت إنها الإسلام أو قلت إنها الطاعة. لكن السلم، قالوا السلم ضد الحرب، وهو الهدنة أو الصلح أو نحو ذلك. طيب، إذن المعنى يختلف. يا أيها الذين، إذا كان الخطاب موجه للمؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال لهم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني ادخلوا في الإسلام، أليسوا هم مؤمنين؟ أيوة. فهنا يقول أخوكم، يقول جزاه الله خير، يقول إنها دخول في الإسلام الموصوف بشيء، وهو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ليس المقصود ادخلوا في السلم ابتداء، إنما المقصود ادخلوا في السلم الذي نعته أو بيّن وصفه أو إنه حاله لك صفة، يعني أنه كافة. فالسؤال، ما معنى كافة؟ ما معنى كافة؟ سمح. يعني جميعا. فهذا المعنى هنا كافة حال من أدخل، ولا حال من السلم؟ تحتمل. فإذا قلنا إن كافة يعني جميعا، ترجع إلى أدخلوا، فالمعنى أدخلوا أيها المؤمنون كلكم في الإسلام. وهنا الإشكال، كيف يقال لهم أدخلوا في الإسلام وهم مسلمين أصلا؟ معي أخوان؟ فهنا ما نحل الإشكال. وإن قلنا إن السلم، إن كافة ترجع إلى السلم يعني للإسلام، وش يكون المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في جميع شرائع الدين، يعني لا تتركوا من شرائع الدين شيئا. هذا المعنى صحيح، وحمل الآية عليه صحيح، وما في إشكال. فأيهما أولى؟ هل الأولى أن نقول كافة حال من أدخلوا من الضمير، ولا من السلم؟ سمي شيخ. ممكن، لكن هنا يقول بعضهم إنه قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إن كافة ترجع إلى السلم أولى. لما قال؟ لأنهم لا يؤمرون بالدخول فيه وهم قد دخلوا. الشيء الثاني، قالوا لم يعهد في خطاب القرآن أنه يأمر مثل هذه الأوامر العامة بقوله كافة. فالله يقول آمنوا بالله ورسوله، ويقول أطيعوا الله ورسوله، ويقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما في آية منهم قال كافة. وإنما قال وقاتلوا المشركين كافة، يعني لا تتركوا أحدا منهم، وليس كافة أنتم يعني كلكم تقاتلون. فما في آية في القرآن في الأوامر العامة يقال فيها ادخلوا كافة. ثم إنهم أيضا يقولون إنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة،
ادخلوا جميعكم. قد يوهم هذا أنه ليس عليك أن تسلم أو تؤمن حتى يؤمن الناس كلهم، هذا المعنى غير مراد، هذا خطاب غير مقصود. فالصواب منها والله أعلم أنها ترجع إلى السلم، إلى الإسلام، والمعنى يكون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا وأعملوا جميع شرائع الدين. فيبقى عندنا قراءة السلم، وهذه فيها إشكال. السلم هل تأتي بمعنى الإسلام، أو أن السلم هو الصلح والمهادنة؟ فقال بعضهم إنها الصلح والمهادنة، لكن ما المعنى؟ قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني ادخلوا في 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 السلم مع الله، فلا تحاربوه ولا تبارزوه بالمعاصي. وهذا المعنى صحيح، وهو يرجع إلى القراءة الأولى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب، هو الآن أمر بأن يأتي المؤمن بجميع شرائع الدين بقول ادخلوا في السلم كافة، ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وسمى تلبيس الشيطان خطوات، لأن الشيطان يصنع هذا بالتدرج، والله عز وجل يأمر بالتمسك بكافة شرائع الدين بكلها، والشيطان يأتيهم شيئا فشيئا. فهو لا يأتيهم جملة ولا يقول اترك الدين جملة، إنما يأتيهم خطوة خطوة. فإذا نجح في الخطوة الأولى ذهب إلى الخطوة الثانية، وهكذا حتى يخرجهم من الدين. فالله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ليبين أنها خطوات. ولهذا قال فإن زللتم، زللتم، الزلل هو اضطراب القدم في الطريق، الزلل هو اضطراب القدم في الطريق. فإنه قال هنا فإن زللتم وأغواكم الشيطان، فإن زللتم وأغواكم الشيطان فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هنا قال فإن، ولم يقل فإذا. والسؤال لما قال فإن؟ قلنا احنا القاعدة إن لما ليس متحقق الوقوع، وإذا لما هو متحقق الوقوع. فلما استعمله هنا؟ لما قال فإن زللتم؟ سمي شيخ. صحيح، لأن الأصل في المؤمن أنه يتمسك بدينه، والزلل أمر حادث عليه. فكأنه يقول الأصل فيكم أنكم تأتون بالسلم كافة، وأنكم لا تتبعون خطوات الشيطان. لكن إن حصل منكم هذا وهو ليس الأصل بالمؤمن، فإن زللتم فاعلموا أن، بعدين نشوف قوله زللتم فيه تنفيذ من المعصية، وأن المعصية زلل وسقوط. قال فإن زللتم فاعلموا، هنا قال فاعلموا، وقوله فاعلموا ذكرنا أنها تنبيه لأمر مهم، ما قال فإن زللتم فإن الله، قال فاعلموا، وهذا فيه تحذير شديد. ثم قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم. العزيز هو الذي، العزة قالوا تتضمن عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فالله عظيم القدر، وهو القاهر الذي لا غالب له، وهو الممتنع من أن يغلبه غالب. هذه ثلاثة أمور. فإن الله عزيز، فإن الله عزيز حكيم، ثم قال حكيم. وهنا لما جمع بينهما كما جمع بينهما في آية السرقة،
وهو العزيز الحكيم. فلما جمع بين الحكيم والعزيز؟ فالله هو القاهر الغالب الذي لا يغلبه مغالب ولا يمتنع منه ممتنع. ثم قال حكيم. وسؤال قبل هذا، ما علاقة هذا التذييل بمعنى الآية؟ نفس الكلام اللي قلناه في الآية التي قبلها، لما قال بعد أن حذر وأمر باتباع شرائع الدين وحذر من الزلل، قال فإن زللتم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أي نعم، ممتاز. يعني إن زللتم فإن الله يعاقبكم وأنتم لا تفوتون منه، فهو الغالب القاهر الذي لا يمتنع من واحد، لكنه قرناه بالحكيم. لما؟ الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، هذه الحكمة. فالله عزيز حكيم يعني لا يظلم أحدا، فهو إذا عاقبكم فهو حكيم أيضا، لا يضع الأمور في غير موضعها. فإن المعاقب والغالب القاهر من الناس قد يظلم، لكن الله عز وجل عزيز حكيم. فإن الله عزيز حكيم. وهنا أنا أنبه حقيقة إخواني إلى مسألة الاهتمام بتذييل الآيات وعلاقة التذييل علاقته بمعنى الآية، هذا مهم. فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال في المحاربين، فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهنا غفور رحيم قلنا هذه آية أحكام، يكون التذييل مناسب للأحكام. وش فائدتها؟ قالوا إنك إذا ما قدرت عليه يسقط عنه، إذا تاب قبل أن تقدر عليه يسقط عنه حق حد الحرابة، مع أنه ما قال الله عز وجل فاتركوهم، قال فإن الله غفور رحيم. فهنا لابد من الاهتمام بالتذييل، تذييل الآيات وعلاقتها وعلاقة ذلك بالآية. طيب، فإن زللتم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات؟ نعم صحيح. فإن زللتم هنا أيضا قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. طبعا هنا هو قال ادخلوا في السلم كافة، ثم قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، هذا تشريع عليهم أنكم زللتم وقد تبين لكم. لكن هنا قال من بعد ما جاءتكم البينات وسماها ووصفها بأنها بينات، يعني ببعد يعني المعنى من بعد ما تبين لكم الحق وظهر. والبين هو الشيء الظاهر الذي لا لبس فيه. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع. هل هنا هل هي حرف استفهام أو أنها شيء آخر؟ هل ينظرون؟ هل المعروف أنها حرف استفهام، لكن هل هي هنا حرف استفهام؟ سم شيء؟ يعني وش معنى هل بالدقة؟ يعني صح كلامك، لكن أنا أسأل عن هل هنا هي نفسها، ما معناها؟ كلامك حيث المعنى صح، استفهام. ها يقول أخوكم ما نافي بمعنى ما، هنا هل هي بمعنى ما، يعني المعنى ما ينظرون إلا أن يأتيهم، هنا هل هي بمعنى ما، والمعنى ما ينظرون إلا، كما يقولون هل أتى على الإنسان حين من الدهر بمعنى قد، فهل هناك قد وهل هنا بمعنى ما. ولكن السؤال لما ما قال ما ينظرون إلا، لماذا قال هل؟ وهل هي في باب الاستفهام أصلا؟ وذكرنا قاعدة ونسيتموها، قلناها قبل، إن مثل هذا الأسلوب
ذكرنا للقاعدة ماشي. لا لا ذكرنا قاعدة يعني مشرب، يعني مشرب على استفهام لم يهجر معناه. قلنا مثل هذه الأساليب إذا أتى مثل هل وهي في الاستفهام واستعملت في النفي أو استعملت في التحقيق مثل قد، هل أتى على الإنسان حين يدرها قد، فإن معنى الاستفهام لم يهجر فهو مستصحب. إذن ما الغرض المقصود؟ قالوا الغرض لما قال هل أتى على إنسان حين من الدهر أرادك أن تتفكر فتصل إلى أنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بعد التفكر والتأمل، فهو استفهام ما زال مشرب معنى الاستفهام. وكذلك هنا لما قال هل ينظرون إلا في الاستفهام مستصحب، وهو أراد أن يثير نفوسهم حتى تتفكر أن حالهم أنهم ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينظرون بإعراضهم هذا إلا يوما عصيبا. ما هو هذا اليوم؟ هل ينظرون، وينظرون بمعنى ينتظرون، هل ينظرون وينظر تأتي بمعنى ينتظر، وتأتي بمعنى نظر العين، وتأتي بمعنى التفكر، وهذا باختلاف التعدية. فإذا تعدت بحرف في فهي بمعنى التفكر فينظروا في، وإذا تعدت بإلى فهي بمعنى نظر العين، وإذا تعدت بنفسها فهنا بمعنى انتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، بمعنى انتظرونا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى تنظر بالعين، ينظرون إلى ربهم رؤية إثبات رؤية الله عز وجل. طيب سمع هي ينظرون، أليست بمعنى ينتظرون يا شيخ؟ أليست مستعملة؟ كون إيش؟ والله يمكن أنه في فرق من حيث زيادة المعنى ينتظرون، ولكن ليش مقصود هنا يمكن، لكن هي بمعنى ينظرون ما إشكال ينتظرون، ومثل انظرونا نقتبس من نوركم يعني بمعنى انتظرونا ما به إشكال. سم ورد فهل ينتظرون صحيح؟ صحيح ورد، لكن أنا أقول قد يكون ينتظر فيها مبالغة أشد من ينظر، فيعني ينظر كل سياق بحسب. فأنا ما عندي شيء هنا بهذه، ما عندي شيء، لكن هي قد يكون حسب السياق. لا يعني من باب حفظ اللغة يعني، لا لا ورد في اللغة أشياء ما وردت في القرآن يا شيخ، وما نطق بها القرآن أبدا، وهي محفوظة في اللغة. لا القرآن ما هو اللي يحفظ اللغة، لا القرآن يؤدي المعنى فقط. وهنا أكيد إن إذا قال ينتظر إنها تختلف عن ينظر، أكيد وهم يقولون زيادة الحروف والمباني تدل على زيادة المعاني. طيب هل ينظرون إلى يأتيهم الله؟ يأتيهم الله هذا فيه إثبات مجيء الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين العباد، وليس المراد هنا مجيء ثوابه أو مجيء أمره، مجيء ثوابه أو مجيء أمره كما يؤوله بعضهم، وبعضهم يقول إن الله عز وجل قال أتى أمر الله فهي محمولة عليها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقالوا إنه أضاف الأمر المجيء إلى الأمر، فنقول إنه يأتي الأمر ويأتي الله عز وجل مجيء الله على ما يليق بجلاله جل وعلا.
فهنا يقول الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني الفصل بين العباد يوم القيامة، في ظلل من الغمام والملائكة، في ظلل يعني مع في صحبة ظلل من الغمام والملائكة، فالسماء تشقق بالغمام، في ظلل من الغمام، هذا هو تشقق الغمام، السماء بالغمام، كما قال الله عز وجل: يوم تشقق السماء بالغمام. وهذه الصفة لا نعلمها، وهي كيفية لا نعلمها، فمجيء الله على ما يليق به جل وعلا. ولهذا قال إمام أهل السنة الإمام مالك إمام المسلمين رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، كيفيته مجهولة، لأننا لا نحيط به علما جل وعلا، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيش؟ عن المعنى ولا سؤال عن الكيفية؟ السؤال عن الكيفية. فهنا نقول هذا على ما يليق به جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني والملائكة يأتون، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا وقضي الأمر. قضي الأمر يعني فصل بين العباد، وقال هنا: وقضي الأمر بالماضي. وهل الأمر هذا حصل ولا ما حصل إلى الآن؟ الجواب: ما بعد حصل. هل الله عز وجل قضى بين العباد؟ إذن لماذا عبر بالماضي وقضي وهو ما بعد جاء؟ لتحقق وقوعه، فهنا يفيد تحقق الوقوع، وهنا يفيد فائدة أيضا وهو الترهيب والتخويف. قال: وقضي، وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. فليحذر العبد من هذا المصير، فإن الله سيقضي بين العباد وسيأتي للفصل بينهم، وهو يوم عظيم يأتي فيه ربنا، وتنزل الملائكة، وتشقق السماء بالغمام، والملائكة ينزلون صفا صفا، وجاء ربك والملائكة صفا 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 على هيئة لا نعلمها، لكن لا شك أنه يوم عظيم، وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل بني إسرائيل، سل الخطاب، الخطاب هنا: هل ينظرون. جميل السؤال، يقول السؤال أخوكم: هل ينظرون، الخطاب لمن؟ هل هو للمؤمنين ولا للكافرين أو للجميع؟ طيب، إذا قلنا إنه للجميع، وهو التحذير لا شك أنه يشمل الجميع، يبقى ما هو الرابط؟ وهو للجميع، لكن ما الرابط أنه قال بعد ذلك: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة؟ قالوا إنه لما حذر وقال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال بعد ذلك: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، فأمر أن يسألهم. وهذا السؤال ليس سؤالا ينتظر منه الجواب، وإنما هو سؤال تقرير وتمكيت، فهؤلاء اليهود هم داخلون في التحذير، فهم حالهم حال من لا ينتظر هذا اليوم الذي يفصل فيه بين العباد. ولذلك قال: سل بني إسرائيل، وصرح باسمهم، قال: سل بني إسرائيل،
ليسمهم ويبين حالهم لمن يعرفهم، لأنهم هم استكبروا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السورة تتكلم عن هذا السجان. فقال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. وكم تفيد التكثير، كم تفيد التكثير هنا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. وسماها الله عز وجل آية، ووصفها بأنها بينة، فالآية هي العلامة وهي بينة. وهذه الآيات التي أتت بني إسرائيل كثيرة، وهي تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية. فالآيات الشرعية: نزل الكتب، نزلت عليهم التوراة والإنجيل. والآيات الكونية هي العصا واليد والآيات الأخرى التي ذكرها الله عز وجل وسماها بينة. كم آتيناهم من آية بينة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ومن يبدل نعمة الله. هنا قال سلهم كم آتيناهم من آية، لكن قال في الجواب أو في التذييل قال: ومن يبدل نعمة الله. ما قال مثل: ومن يبدل آيات الله، أو من يكفر بآيات الله. هو يقول: سلهم كم آتيناهم من آية. هم يقول: ومن يبدل نعمة الله. لابد فيه ربط بين الجمل. كيف الآن يسألهم عن تبديل الآيات؟ يقول: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ثم يقول: ومن يبدل نعمة الله. نعم، قالوا، قال العلماء رحمهم الله، وهذا فيه بيان أن الآيات هذه نعمة، ومن أن هذه الآيات والرسل نعمة، ومن أعظمها محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل عليه. ولهذا قال: ومن يبدل نعمة الله. فهنا سؤال: هل يعتبر هذا من باب الإظهار في موضع الإضمار؟ يعني قال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ما قال مثلا: ومن يبدلها. ليس هو، لكن هو ليس هو، لكن فيه معنى، فيه معنى الإظهار في موضع الإضمار، له ليس من باب الإظهار في موضع الإضمار. ليه هنا؟ أنه قال يعني لما قال: ومن يبدل نعمة الله، أراد أن يعلق الحكم ويبين أن هذا التبديل وأن هذه الآيات نعمة، وأن الذي يبدلها قد جحد النعمة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، ومن يبدل، نعم، قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وهنا يقال: لما أيضا قال من بعد ما جاءت؟ فيها أيضا تشنيع عليهم أنهم حرفوها بعد المجيء. فإن الله شديد العقاب، يسأل هنا أيضا نفس السؤال الذي سألناه في السابق، وهو: ما علاقة هذا التذييل بالأحكام الآية؟ سمع. ما أسمعك زين. لا، هو ليس السياق في هذا، لكن تقول يعني هذا من دلالة الإشارة، يمكن معنى ثاني. يقول منكم يعني: وهل معنى من بعد ما جاءته يعني إن الذي لم تأتيه الآيات لا يحاسب ولا يعاقب؟ هذا يعني دلالة أخرى، قد تكون دلالة الإشارة يمكن، لكن الآية ما هي بهذا المعنى. ها، الآية في التشنيع عليه. طيب، ما علاقة فإن الله شديد العقاب بالآية؟ ها، فبين جزاء. فإن الله شديد العقاب يعني فإن الله يعاقبه عقابا شديدا. وهنا يا شيخ عبد الله بسألك أنا للمرة العشرين، عدنا العشرين كذا يعني، ما أدري، يمكن أقل مجازا يعني،
وش هنا؟ فإن الله شديد العقاب في أسلوب هنا، أسلوب اللي ذكرناه قبل. إيه هو هذا تخصصك هذا. هو أنت عرفته يعني من تخصصك ها؟ ولا عرفتها من الآية؟ طيب تخصصك وش كان؟ أنا أريدك أن تعرفها من الآية، لأنه لو كان الأسلوب على أسلوب الإضمار لكان فإنه شديد العقاب، أليس كذلك؟ فهنا أظهر في موضع الإضمار، والسؤال لما أظهر في موضع الإضمار؟ سؤال لما أظهر في موضع الإضمار؟ ها؟ ترهيب، للترهيب والترويع وإظهار المهابة، فإن الله شديد العقاب، وهذا يناسب الختام أنه يريد أن يخوفهم ويره وسم سمشي يعني تدير الكثرة، يعني مناسبة لشدة، هو هذا هو احنا نقول مناسبة لجرمهم، يعني فإن الله شديد العقاب لظهار المهابة. طيب ثم قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا. زين هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والتزيين هو جعل الشيء جميلا وحسنا في عين الناظر. وهذا التزيين هل هو من الله أو من الشيطان أو تشمل الأمرين؟ أن الله عز وجل يزين لهم ويملي لهم، وأيضا الشيطان يزين لهم، ولهذا هو بني الفعل لما لم يسمى فاعل، ثم أتى هذا الفعل بالماضي، قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا. قالوا إنه لما أتى على صيغة الماضي كانت له دلالة، وما هي دلالته؟ ما قال مثل زين كذا زين له، قال زين بالماضي. والقاعدة يقولون إن إذا عبر بالماضي أنه يدل على أن الأمر كالمستقر، يدل على أن الأمر كالمستقر. وهنا ما المعنى هنا؟ المعنى أنه زين للذين كفروا الحياة الدنيا أن أصبح أن هذا الشيء أصبح كأنه طبع فيهم لا ينفكون عنه، كما قال وطبع على قلوبهم، طبع فكأنه أصبح سجية لهم لا ينفكون عنه. فلاحظوا أنه قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وحقرها وسمها الدنيا، وهي في عيونهم وفي قلوبهم مزينة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ويسخرون هذا أمر آخر عجيب من أحوالهم، فإنهم زينت لهم هذه الدنية، الدنيا الدنية، وأيضا ويسخرون من الذين آمنوا. والسخرية فيها استحقار واستنقاص للمستسخر منه، لكن لاحظ أنه عبر بالمضارع، فهناك زين بالماضي وهنا بما لم يسمى فاعل، وهنا قال ويسخرون وعبر بالمضارع، فما السر؟ اليوم سم أنهم مستمرون. فهو بيّن أنه حب الدنيا وتزيينها في قلوبهم كالطبع والسجية لهم الذي لا تنفك عنهم، وهم يسخرون من الذين آمنوا، يستمر سخريتهم. فهو يذكر بحالهم الذي يتكرر دائما. ها؟ ويسخرون يعني فعل مضارع، الفعل المضارع ايش يدل عليه؟ هو يدل على الاستمرار. ويسخرون من الذين آمنوا، طيب هنا في وقف لازم صح؟ وقف لازم. طيب لو وصلت وش يصير؟ يتغير المعنى، يعني لو وصلت
وقلت ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا كذا وقفت هنا إشكالية، لكن لو وصلت الآية يمكن ما يعني يمكن ما يشكل مرة. على كل حال هي وقف لازم، وهنا يعني من باب إيضاح المعنى قال ويسخرون من الذين آمنوا. طيب هو وصفهم هنا بأنهم كفروا، زين الذين كفروا، والمسخور منهم الذين آمنوا، لكن لاحظوا أنه قال بعدها والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ما قال والذين آمنوا. أليس الذين اتقوا هؤلاء هم نفسهم المسخور منهم؟ صح ولا لا؟ يعني الحين الآية زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآية لو كانت مشت على الضمائر كان يقول وهم فوقهم يوم القيامة، صح؟ وهذا أيضا تخصص يعني. يبين فضيلتهم هم لماذا فوقهم؟ سبب تقواهم. هنا لو كان على الإضمار وهو الأصل كان يقول وهم فوقهم، صح؟ أليس الكلام عن المؤمنين هنا؟ فلما لم يقل وهم؟ طيب سؤال، ألا يلبس لو قال وهم يلبس إنهم وهم يمكن يعود الضمير على من؟ على الكفار يمكن يعني، هذا يمكن يلبس، صح؟ فأيضا هنا من باب نزع اللبس قال والذين اتقوا، فيبقى سؤال لما قال اتقوا ولم يقل والذين آمنوا؟ لما لم يقل والذين آمنوا فوقهم؟ لما قال والذين اتقوا؟ ليبين أنهم إنما حاصل لهم هذا الفضل بتقواهم، وليبين أمرا آخر وهو أن هذه الدنيا المزينة لهؤلاء إنما تحصل الأمن منها بالتقوى، إنما يحصل الأمن منها بالتقوى، والتقوى معنى عظيم، وهو أن تأتي بما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله عنه، ولكل ملك حمى، ويجب عليك أيضا وينبغي لك أن تجتنب محارم الله، يجب عليك أن تجتنب محارم الله. ولذلك قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والسؤال هنا المكرر نفسه، ولما ختم الآية أيضا والله يرزق من يشاء بغير حساب، طبعا بغير حساب يعني بلا عد، والشيء الذي لا يعد فهو شيء كثير، ولذلك قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالسؤال ما علاقة هذه أيضا بالآية؟ التذييل هنا سمي شيخ أو أن المعنى أن جزاءهم الله، إن جزاء هؤلاء الذين يتقون الله إن الله يرزقهم بغير حساب، هذا المعنى جزاء عظيما. نعم قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، ثم قال كان الناس سمي شيخ إلا بلى يعني التزيين سواء كان من الشيطان أو كان من رغبة النفس وشهواتها. على كل حال هو لم يذكر المفعول لكي تعم، نعم تعم الجميع. إيه أن الله زينه أن الله يزين الذين كفروا. إيه آية فيه فيه لا 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 بس خلنا نستحضر الآيات، موجود 100% موجود. زي فزي
الآن ما أستحضر، لكن الآن ما فيه 100%. فمن زين له سوء عملي فرأه حسن، هذه فيها زينة. زين الناس حب الشهوات من النساء، زينة برضو المبني لما يسمى فعيل. خلى بس الآن هي فيها أكيد 100%. الآن بس الآن لا أستحضرها الآن. سم سؤال لا لا ما أحتاج، إن شاء الله نتذكره الآن أو أحد يتذكر آية فيها نسبة التزيين إلى الله عز وجل، هذه ما فيها كلام ثابت يا شيخ. طيب، ثم قال كان الناس أمة واحدة، كان الناس هو أفمن زين له سوء عمله، هذه فيها دلالة لكن نص يعني نحتاج. طيب كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، أمة في القرآن تطلق 4 إطلاقات، تطلق على الطائفة من الوقت، وتطلق على الجماعة من الناس، وتطلق على الملة، وتطلق على الإمام. فهنا من أيها؟ كان الناس أمة واحدة، ها الملة، يعني كان الناس على ملة واحدة. طيب وهذه الملة الواحدة هل هي ملة الإسلام أو ملة الكفر؟ ها ملة الإسلام اختلفوا فيها، فقال بعضهم إن المراد ملة الإسلام، وقال البعض إنها ملة الباطل، والصواب أنها ملة الإسلام. الدليل أنه قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني فاختلفوا فبعث الله، فهنا فيه شيء محذوف أنه فاختلفوا فبعث الله. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني فضرب فانفجر. وذكر سبق في الصيام ذكر من كان فمن كان منكم مريضا قلنا فيه تقدير فأفطر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يعني فأفطر. فهنا يكون كان الناس أمة واحدة يعني فاختلفوا، ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الناس على ملة الإسلام قبل نوح ب10 قرون، ثم إنهم أشركوا فأرسل الله إليهم نوحا. قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. النبيين هنا قالوا يشمل الرسل وغيرهم، وقال بعضهم المراد هنا بهم الرسل، لأنه قال مبشرين ومنذرين، والرسل هم الذين بعثهم الله ليصححوا ملة الكفر. قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. قال وأنزل معهم الكتاب بالحق، الباء هنا باء المصاحبة، يعني أنزل معهم الكتاب مصاحبا للحق. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، هل الضمير هنا يعود على الكتاب أو على الله أو على النبي؟ وهل في فرق إن قلت هذا أو هذا أو هذا من حيث المعنى؟ ما في فرق، لكنه رجوعه إلى الكتاب أولى، لأنه هو المذكور. ليحكم بين الناس يعني ليحكم الكتاب. وهنا فيه دلالة على أن كل نبي أنزل الله عليه كتاب، أنزل الله عليه كتابا، كل نبي أنزل الله عليه كتابا، كما قال الله عز وجل في سورة الحديد قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان،
فكل كتاب أنزل الله، كل نبي أرسل الله معه، أنزل الله عليه كتابا وأنزل معه الحق القسط والحكم بين الناس بالعدل. طبعا الكلام عن الرسل، يعني الرسل كل رسول أنزل عليه كتاب بدليل لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان. فكل رسول لابد له من كتاب حتى يبلغ الناس ويعملوا بما فيه. قال هنا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. قال هنا وما اختلف فيه، يعني في هذا الكتاب وهذا الحق، إلا الذين أوتوه، وهذا من التشريع عليه. اختلف فيه الذين أوتوا الكتاب، أوتوه يعني أعطوا الكتاب. بعد أيضا ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهم أعطوا الكتاب، وهذا الكتاب كان بين الدلالة والبراهين، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، والبغي هو الحسد والكبر. فالذي حملهم على رد الحق هو الكبر والحسد والظلم الذي حصل بينهم. فهو بين لهم الكتاب وأعطاهم البينات، ولكنهم اختلفوا والحجة قائمة عليه. طيب قال هنا من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا. هنا الفاء هل هي عاطفة؟ يعني وأنزلنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب هنا قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. هذه الهداية هي هداية التوفيق ولا هداية الإرشاد؟ التوفيق. فهدى الله الذين آمنوا هداية التوفيق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هنا ينظر في أحوال الأمم، فإن الله عز وجل بين أن هذه سنة الله عز وجل في عباده، أنهم كانوا على أمة واحدة ولكنهم اختلفوا، فيبعث الله الرسل كلما اختلفوا حتى يجددوا للناس أمر التوحيد ويعيدوهم إلى الملة. فهذا صراع، فالشيطان لا يزال بالناس حتى يصدهم عن الدين، والله يبعث رسله حتى يجددوا للناس دينهم، والله يقيض لدينه من يصلحه من أتباع الرسل. لكن هنا قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والمعنى أن من يهديه الله عز وجل فإنه يهدي لهذا الاختلاف، وهذا الاختلاف هو يكون بالشيء ونقيضه. فمثلا إذا أتينا لهذه الأمة المرحومة أمة الإسلام، فإن الله عز وجل هداهم لما اختلف فيه اليهود والنصارى. ففي التوحيد مثلا اليهود يصفون الله عز وجل بما يصفون به الخلق، يصفون الله بالعيوب، فيقولون إن الله فقير، ويقولون يد الله مغلولة. وعكسهم النصارى، فالنصارى العكس، يشبهون الخلق بالخالق فيقولون عيسى له صفات الألوهية، والذين آمنوا
يصفون الله عز وجل بما يستحقه من صفات الكمال والجلال، ولا يصفون ولا يبالغون في الخلق حتى يعطوهم ما لله عز وجل. فلا يبالغون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. طيب، وفي الأنبياء، اليهود قتلوا الأنبياء وكذبوهم، قال الله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والنصارى بالغوا بتعظيم الأنبياء حتى ألهوهم، بل حتى جعلوا من ليس بنبي نبيا، فجعلوا الحواريين أنبياء، وأما الذين آمنوا فإنهم لا يغلون بالأنبياء ولا يحطون من قدرهم. واليهود يقولون عن عيسى إنه ابن زنا صلى الله عليه وسلم، والنصارى يؤلهونه، فهم متناقضون. وفي الحلال والحرام، إذا أتيت الحلال والحرام تجد اليهود يشددون في التحريم، صح ولا لا؟ ويشددون في الطهارة، ولذلك الله عز وجل حرم عليهم أشياء لم تحرم على الذين هادوا، حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا حمل ظهورهما أو الحوايا أو اختلط بعض. والنصارى أتى إليهم عيسى يحل لهم ما حرم عليهم، حل لهم شيء كان حرم عليهم، فتوسعوا في التحليل حتى أحلوا كل شيء حتى الخنزير، ولم يكن شيء عندهم حرام. وفي الطهارة يتشدد اليهود في الطهارة طبعا، والمسلمون في الحلال والحرام هم العدل، فلا يأكلون ما حرم الله ولا يحرمون ما حل الله. وفي الطهارة اليهود يتشددون في الطهارة حتى إنهم ربما قرض أحدهم ثوبه بالمقاريض كما في حديث في صحيح مسلم موسى. ثم إنهم أيضا لا يجلسون مع المرأة في البيت إذا حاضت من التشدد. وأما النصارى فإنه ليس عندهم شيء نجس، حتى البول ما ينجسونه، وهو المعمول بهم الآن يعني، حتى عندهم ما يتنزهون من النجاسات. وأما أهل الإسلام فإنهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهكذا في جميع أبواب الدين، فإنك إذا تأملت تجد الهداية والفضل من الله عز وجل لهذه الأمة المرحومة. ثم قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يمن علينا بالفقه في دينه والعلم بتأويل كتابه. سمع على اختلفوا على الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات. سمع شيخ أي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. العلم أن الله يزين، يعني هي إثبات التزيين يعني. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، صحيح غابت عني الآيات، جزاك الله خير. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، الله يفتح عليك، هي في رأسي الآية ما شك فيها. ها، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، هذه نص يعني. صحيح سمع، اللي هو وش التضمين يكون؟ شوف، قال أفمن يهدي أحق إيه؟ قل الله يهدي للحق. أنا أظن إن فيها توفيق، معنى التوفيق تضمين التوفيق، شو يكون المعنى؟ فهدى الله الذين آمنوا ووفقهم لما
يكون فيها معنى التوفيق، مثل قول الله يهدي للحق في سورة في سورة في سورة يونس. إيش كان النقاش عنه؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. النقاش أصله إيش؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يدل إلى الحق. والجواب قل الله يهدي للحق، يعني برضو أي أزيد، الجواب أزيد، قل الله يهدي ويوفق للحق. ثم الموازنة أصبحت أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. الموازنة هنا في الهداية إلى، أما للحق فهي منفرد فيها الآن، لأن النقاش نقاشهم هم إن آلهتهم تهدي إلى الحق، وهذا من بلاغة القرآن. قال قل الله يهدي للحق، يعني فيها دلالة التوفيق. نعم سمي شيخ. إيه بس هل الله يقول الله يقول في القرآن وآتيناهما الكتاب المستبين، فهو لهما كلهما يعني للاثنين، فما يكون هذا فيه دليل؟ وهو نبي يوحى إليه، وعد الصفة اللي نزلت عليها الله أعلم. طيب سامي شيخ. طبعا بإذنه، الإذن هنا هل هو الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي؟ الإذن الكوني، يهدي من يهدي، يعني بإذنه، يعني بإذنه الكوني. سم هارون يوحى إليه، بل هو نوح، بل هارون رسول ولا لا؟ هارون رسول، وحي إليه وحي يوحى إليه. سم إيه مرسول، ما فيها كلام. وفي حديث المعراج النبي صلى الله عليه وسلم لقي هارون في السماء، بل من الرسل المقربين، معروف يا شباب. فهو عدل الكيفية، لا تسألون كيف ينزل الوحي، ما ندري، هو ينزل عليه الوحي وينزل الوحي على موسى. لكن أنا بس أحب أنبه، يعني أن التوراة التي أوتيها موسى ترى أوتيها مكتوبة ولا لا؟ موسى أوتي الكتاب مكتوبا، أنزله الله عز وجل مكتوبا، كتب التوراة بيده جل وعلا، فهو هما كلهما أوتي الكتاب ما في شك. طيب الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.